يا مرحبا، أخبار جديدة عم نقدم لكم إياها بفن نيوز لنواكب آخر التطورات على الساحة الفنية. وأول أخباري عن سيلين ديون يلي احتفلت بذكرى فيلم التايتانيك يلي انعرض قبل 25 سنة من اليوم وكتبت: تم طرح فيلم التايتانيك بدور العرض ليصير الفيلم الأكثر ربحاً على الإطلاق بجميع أنحاء العالم، وظل مدة 12 سنة مكلل بالنجاح والناس تحضره كل سنة. يلي بيرافق هذا الفيلم الأسطوري أغنية أسطورية قلبي سيستمر. قلبي سيستمر للاحتفال بهي الذكرى السنوية طول ما في نفس. ويذكر أنه سيلين ديون من فترة قصيرة نزلت فيديو إلها شرحت عن مرضها فيه يلي عم تعاني منه وعم يسبب لها مشاكل بالأحبال الصوتية والمشي. خلونا نستذكر سوا أغنية التايتانيك ونرجع لتاني أخبارنا. انفصال نادين الراسي عن خطيبها مجد دعبول. أثارت الممثلة نادين الراسي حالة من الجدل بعد إقدامها على حذف جميع الصور يلي كانت تجمعها بخطيبها مجد دعبول من حسابها على إنستغرام، وألغى الاثنين متابعة حسابات بعضهم البعض، وهذا الشيء يلي دل وأكد على انفصالهم رسمياً بعد علاقة ظلت 3 سنين. ولكن لهلأ ما طلعوا وأكدوا الخبر بنفسهم رغم الانفولو يلي صار على مواقع التواصل الاجتماعي. وعن أسباب الانفصال أفادت بعض التقارير أنه الأمر بيرجع لاكتشاف نادين خيانة خطيبها إلها بعد ما اكتشفت حديثه مع أحدى البنات. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار وكتب أحدهم: الحمد لله من زمان منتمنى هذا الشيء، إن شاء الله بترجع لأبو أولادها. وناس تانية ما تمنت هذا الشيء، خصوصا أنه شفنا مجد واقف جنب نادين بكل فترة حزنها هي وأهلها وما تركها بالفترة الصعبة. خالد القيش يحصل على جائزة عالمية بالدوبلاج. أعلن الفنان السوري خالد القيش من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي انستغرام عن حصوله على جائزة أفضل صوت بأحد المسلسلات يلي استمرت أكثر من جزء بأكثر من عام، وحصلت على المرتبة الأولى خلال حصوله على الجائزة. وقال خالد بتعليقه على الفيديو: سعيد اليوم لحصولي على جائزة عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية كأفضل مدبلج صوت عربي عن أداء صوتي على أحد الشخصيات، وبيبقى دائما للنجاح شعور مختلف ودافع جديد لتقديم الأفضل. وأعرب خالد القيش عن سعادته بهذا التكريم لأنه أول ممثل عربي سوري بينال هي الجائزة. وهيك بكون وصلت لآخر خبر بحلقة اليوم. شوفكن أنا إن شاء الله بكرة بيوم وحلقة جديدة حاملة معها آخر وأهم التطورات على الساحة الفنية وشو تصدرت السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.